ابنك ماله رجال. شو العياد ابو رشيد تفن تمام؟ صار له متجوز بنتي شهر ونص لهلا ما دخل عليها. اذا ما بدكن البنت احكوا قولوا. شو ما بدنا اياها؟ اذا ما بدنا اياها ما بنحوها عنا. لكان شو القصه؟ ما بعرف. إيه لا بدك تعرف وبدك تحل المشكله قبل ما تدر الناس وتعملنا معلكه بتمن. ها بيصيروا يحكوا اشكال والوان وانا هذا الشيء ما بريده بنوب. تكرم ابو راشد تكرم. السلام عليكم. الله معك. دقني لشوف عم يجعك شيء. اه عم تشتكي من شيء ومخبي علينا؟ ما فيني شيء يا ابي. ما فيك شيء؟ لك ليش معطوم بواجبك؟ لك ما تنطق. ما بعرف يا ابي ما بعرف. لك مين بيعرف لك هان؟ اذا انت ما بتعرف مين بيعرف؟ طول بالك يا ابي، هلا بيهدى وبيحكي لنا كل شيء. طول بالك. بيهدى بيحكي لنا كل شيء؟ رح يعمل لنا معلكة بين الناس. لا حول ولا قوة الا بالله. وطى راسنا. بسيطة بسيطة يا ابي. أهلين عمتي. بدي أعرف يا عمتي هذا الحكي اللي عم بسمعه بالحارة صح ولا لا؟ ليش عم تسمع عمتي؟ عم بسمع انه سحر حردت من بيت جوزها بعد شهر ونص جواز. يعني مزبوط الحكي بس والله مو هي السبب. مين السبب؟ جوزها العين تسمع. جميل جميل هو السبب. والله راح حسب الله ما خلى وبار على السيره. طول بالك تقبني. طول بالك. طول بالك. ليش تركتي روح يا مو؟ لك ليش لعيال جوزي كف يا مو؟ لعيال كف يا مو؟ راح الصبي سحر راح الصبي. يا لعنتي على المالك. حزينه يا سحر. لك طولي بالك طولي بالك تقبريني. لك عم تجيب سيرة بنت عمتي بالعطل ولا؟ يا سهر والله العظيم ما لك. يا سهر ليش مزعل بنت عمتي؟ والله ما زعلت حدا يا سهر الله وكيلك. لك شلون يعني ما زعلت حدا شلون؟ لك شلون يلي بيجيب سيرة بنت عمتي بالعطل؟ بدي اطلع بروحه. لاقي بيتك عنا ولي على عيونك ان شاء الله. تعا تعا اخي سهرنا عم تضرب اخي؟ سهر كون انا اختك كلها ما عاد بدي اياها اختك طالي. يولي على عيونك ان شاء الله. ايه ضربي ست ما يرد. ايه بالنايف. منك ولي عليك. لبيته ما قوى شبك لك اخي؟ والله العظيم ما عملت شيء وحياة الله ما عملت. بسيطة. تنكسر ايده ان شاء الله. لك ليش هيك عمل؟ ليش هيك عمل ماني عرفان؟ اكيد جوز عمته ابو راشد هو يلي بعته. لا ابو راشد ما بيعملها. يا ابي هو اللي قال انه بيت عمته مثل اهله واللي بيجيب معدلهم بالعاطل راح يحسب الله ما خلقه. هيك لك قال. هاي اجت الجيران. يا ابي عامر طلقني. انا ما بعرف شيء عن اللي عم تحكيه يا ابو جميل. شلون ما بتعرف؟ مو انت اللي بعته لعامر مشان يضربوا الابن قدام بيتنا ويبهدلوا قدام العالم؟ لا عمي مو هو بعتني. لك قال ليش ضربته لجميل؟ لك لانه بيستاهل الضرب. ليش بيستاهل الضرب؟ اه ليش ضربته وطلقت له اخته؟ عمي ابنك فضح بنت عمتي اللي هي بمقام اختي. لك عجب انت؟ حدا بيفضح عرضه وشرفه؟ لك عمي لو ما بعتها على بيت اهلها بعد شهر ونص ما كانت انفتحت بالحاره. لك مو هو اللي بعتها نحن جبناها. عمي هلا يمون هالقصه كلها وخلينا نحل المشكله ونرجع البنت. بنتي ما بترجع لحتى يصير ابنك رجال. لا اوعك تحكي هالحكي قدام حدا. لا شو حال ما بالها شو هلا شو حلت مشكله؟ انا برايي نجيب له حكيم. وانت قلتها. يلا شو هاد؟ كأنه تأخر. استغفر الله. لك شو عم يفحص؟ شو بيعرفني؟ زيت. مين زيريكم؟ شو طمنا؟ الحمد لله الأمور طمنا. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، بس اللي لشو؟ لك قال ليش ما عم يزبط في جواسه؟ والله يا أبو جميل ابنك ما فيه شيء الحمد لله. بس يظهر انه هي حاله نفسيه مو اكثر. نفسويه؟ شو هالحكيات؟ والله ما فهمت علي. ابو جميل انتو كيف كانت تربايتكم له وهو صغير؟ مثل ما بتربي العالم ولادها. يعني ما انكم محسسين انه هو رجال؟ شو ما حسسنا انه رجال؟ شو والله يعني هو ربي مع اخواته البنات. له يعني روح ساعد اختك بالجليل. ساعد امك الله يرحمها بالتعزيل، يعني كل الوقت عايش مع اخواته البنات ليكون فكر حاله بنت كمان. هيك ما بيصير يا ابو جميل. شو حلتها يا حكيم؟ بدكم ترجعوا له ثقته بنفسه وما يحس انه هو بنت.
يعني تفهموا انه الرجال هو قوامين على النساء. خلص مو تضرب عيونك حكيم، انت والحاضرين صدقني لخليه هو اكبر واحد قوام على النساء. ايه عليه العافيه ان شاء الله، اسمحوا لنا. الله يعافيك. يلا يلا. الله معك. مع السلامه. كتر خيرك حكيم. تفضلت. ايه اخي ابو رشيد. توتا عمي بدنا نعمل حسابنا انا وياك نطالع من المشكله. لعيونك شو عامل؟ بنطالعه ليش لا؟ الله يرحمك يا ام جميل، ما بتجوز عليها غير الرحمه، بس من يوم ويومي بقول عنا انها ما بتعرف تربي وما لا خرج تربي. اثنين اضرب من بعض. ايه لا ابن عمي لا، الضربه على الام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك مو عيب يا عمي؟ مو عيب هذا؟ هلا ان شاء الله شيلونا من هذا الحكي كله يا ابي. الحكيم قال انه جوزي ممكن يتعافى. ان شاء الله، بس الشغله بدها صبر. قديش يعني؟ يعني ما بعرف، العلم عند الله. امين يا رب العالمين. يا رب. امين. حزينه يا سحر، حزينه يا سحر. عمي انا غلطت بحقكم وبدي اصلح غلطي. وشلون بدك تصلح غلطك؟ عمي اول باشتان انا بدي استسمح منكم. وتاني باشتان؟ وتاني باشتان عمي من بعد اذنك، واذا ما عنده مشكله اخي جميل انا بدي اجيب شيخ ورجع مرتي. شو بتقول يا جميل؟ شو رايك انت؟ انا يا ابي؟ انت رجال بيت وعمود البيت، اختك تنحمى فيك وانت سندها رح تكون كل عمرك وحياتك وبتحميها وبتدافع عنها، بقى شو قلت؟ ايه يا ابي مزبوط، رح احميها ودافع عنها. يا عيني عليك يا عيني عليك يا جميل، يعني موافق انه اختك ترجع لعامر؟ يلا جميل يلا. موافق يا ابي موافق، شنو عامر شب زقرته وقبضاي. ها ها لك انا كل عمري بحب اسمع شعورك واخذ رايك بكل شغله، لانك رجال البيت وعموده. انت شو بتقولي يا بنتي؟ موافقه موافقه يا ابي. ري عليكي. اتكلنا على الله عمي، أنا رايح أجيب الشيخ. نحن عم نستناك. يلا سلام عليكم. الله معك، مع السلامة. بري عليك يا جميل، بري عليك، رفعت لي راسي. الله يخلي لنا إياك يا أبي. إيه 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 بدي إياك تفتش هدول، لا تنساهم كمان، إيه فتلت شواربك، إيه إيه أزقرد يا قبضاي. أهلين أبو الريح الرورو. شوي شوي على رجلك يا أبي. الله يرضى عليك يا سند. طب افهمنا. والله يا أبي لازم نروح نشوف حكيم. إيه والله لازم نروح نشوف حكيم. يلا وين يا حلو؟ يا أرض احفظي ما عليكي، ولي على بعض بعضين بعض البعض. ولك يقبش. يبني علي. شو هو يا أبي؟ لك هادي الواقف هني عم يلطش حريم حارتنا. شو 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 نساوي له يعني؟ شو نساوي له؟ بدك كسر له راسه. احنا؟ ايه مو نحنا، انت بدك كسر له راسه. انا؟ ايه انت زلمه قبضاي ما بيهون عليك الزاحله، روح لشوف روح روح لك روح. قرب 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 قرب. ولك نوري نوريت. طبعا غسلوا راسه. شو يا قبضاي؟ مو عيب عليك اللي عم تعمله؟ روح عمي روح روح. عم تدفش كمان. عليك يا قبضاي. ايوه يا جميل رفعت لي راسي يا جميل، بري عليك يا قبضاي. ايه يا جميل ايه بدي اخذ مرتي غصب عن الدنيا كلها. انا بالاول بدي اتاكد انه مشكلتك انحلت ولا لا. عمي انا بالاصل ما عندي مشكله، انا قصدي هديك. عن اذنك عمي عن اذنك. سحر فوت البسي ملايتك. حاضر تشكر.
هي وبركي مشكلتك ما انحلت. عمي لا تجنني. ها هاد جميل اللي واقف قدامك هو الجميل اللي بتعرفه؟ لا على اذنك لكان. يلا يا حرمه على حالك. بس انا بدي اتاكد. عمي الله يرضى عليك. ها دماغي مو حاملني. يلا يا حرمه. اذا هيك الله معك. يا ابو فارس لا خاف من الله اني اخاف يوما. لا ابو عزه شو صار لك ولا موتني رعبه؟ لك شو رعبه؟ لك دنيا رمضان تستاهل لانك عم تنتهك حلمه رمضان. شو عم ساوي ابو عزه؟ ليك بمحلي بعدين عم ضيع وقت بين ما يجي وقت الفطور. شو هالحكي؟ لك ضيعه بذكر الله، ضيعه بقراءه القران، مو ضيعه بالبصبص على النجوان. حكي بسرك ابو عزه. تفضل. بموت على جنس حواء. ما بعرف شو بصير لي وقت بشوفه لو من بعيد. لك بفرفح قلبي هيك من جوا، بنسى كل همومي وخاصة هي المصيبة اللي عندي بالبيت. مو غلط وحلال 100% وسنة الكون، بس بالحلال مو بالحرام. مثل ما الله بيعاقبك إذا اطلعت من الحرام، كمان إذا بالحلال الله بيكافيك وبيجازيك. إيه والله صحيح. أنا عزو لك على حب النبي ده أحلى إلي صلي حصة لا أطرق من محل. جاي جاي يلا يا عزو جاي النبي خك اسمعني لعمى بقلبك لعمى يخرب بيتك وتبقى شو قلنا لك بالحلال. ليش لا؟ انطقع جوازي تاني شو ناقصنا؟ هاتوا لشوف ذكروني شو عاملين اليوم على الفطور؟ أنا عاملة مفركة بطاطا وشوربة. مفركة بطاطا وشوربة، هلا هاد أكل خرج الصيام. لكن شو بياكلوا العالم؟ يعني لحمة بعجين شيخ المحشي، كبة مقلية، كبة مشوية، حراق بإصبعه وغيره وغيراته. حيلك، من غير شيء أم فارس ما بتحب تطبخ هي هيك. أي والله، أنا فوطة المطبخ، بتكركبني، بتضايقني، بتزعجني، ما بحبها. يا الله يعين جوزك وولادك على هالحكي، والله زعلتيني عليهم. خلص اليوم انا رح ابعث لك سكبه غير شكل. لا اوعي تبعتي لي. يا ليش بقى؟ قولي كتر خيرها فما بدها تبعث لك تستفقدك. اختي ما بدي، يو ما بدي تستفقدني، بخاف جوزي يتعود على هالاكلات الطيبه ويقعد بقى يشوف حاله علي ويقول لي على عملي لنا وساوي لنا. ما بدي. اسمعي مني يا ام فارس، الرجال بعد النسوان ما بيهمه غير بطنه. يسالوني الي انا؟ لك الله يرحمك يا ابو مروان، كان يقول لي شو ما بدك، طلبي وتمني، اي شيء بدك يا بيحضر لك. ليش؟ بس لان نفسي على الاكل كان كثير طيب. الله وكيلكم كان ناتع كرش. هالقد قده قدامه. الله يرحمك يا ابو مروان. ايه؟ يكون هذا اللي موته تقبريني. عرفتي ليش ام فارس ما بتحب تطبخ غير اكل خفيف وصحي؟ مشان ما يموت جوزها وتترمل. السلام عليكم. السلام. ايه
اها هي كثير مجفف صار لي قصه عم دور. ليش هالتينات معلم هدول؟ هدول مدودين مو للبيع. مدودين ليش حاطهم على جنب؟ والصابون؟ ما بيرغي. ما بيرغي؟ ومحط النووية تسورات و عمي يستر على عرض اغدرك بحالي، ما تخليني افطر عليك، عمي ما عندنا شيء، سكرنا نحن منيح هيك. وليش عم تحكي معي هيك؟ لتصطفي. سلام عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله. كيف بده يقدم بقى؟ امتى؟ الريحانة شيخ المحشي معقول؟ يا ام فارس ام فارس اهلين تقبرني خير شو في؟ بس ما اكون عطلتك عن حر اللبان، حاكم بيفرض. يو اي لبان؟ شو اي لبان؟ مو عم تطبخي شيخ المحشي؟ لا والله تقبرني، لا عم بطبخ لا شيخ المحشي ولا محشي الشيخ. لك منين هي الريحة؟ الله العليم بيكون عن جارتنا فضيلة هاي الأرملة، روح قلبها من الصبح بكير تطبخ زفر ودسم وروايح وما بعرف شو كمان. يا ستي هي اللي بتفهم، الله محيي أصلها. شو قصدك أنت؟ يعني أنا ما بفهم؟ يعني أنا مو الله محيي أصلي؟ المرأة المرتبة هي اللي ريحة الطبخة بتجيب الرجال من آخر الدنيا. والله حبيبي أنا هيك الله خالقني، لا بحب فوت المطبخ ولا بحب الطبخ ولا بحب النفخ ولا بحب لا الزفر ولا الدسم، ولي علينا لسه أكل وشرب أكل وشرب. ونحن ستين عمرنا ما نتزهر. يسعد لي الله شيخ المحشي. لك إمتى بقى بده يقدين ويضرب المدفع؟ والله مت من الجوع. هلكت ولي على المطبخ وعيشته. معك حق، ما عم تتكنسي منه حرام. هن هدول النسوان يعني اللي بضلوا عم ينفخوا ويطبخوا، ايه ما بيملوا ما بيتعبوا. حبيبي هدول اسمهم النسوان، مو مثل حضرتك مفركة بطاطا، ايه والله كتمنا. خلصنا بقى، ما عاد تعجبك فركة البطاطا، هذا الحاضر سيدي. يوه لا تواخذني مشان الله، والله فكرتك ام فارس. انا جارتكم فضيلة. يا ميت اهلا وسهلا. بالمهلي جاي. تفضل من ايدي، هي سكبة رمضان مشان البركة. ايه الله يبارك فيك يا رب. يوه تفضل شو بلا. لا تواخذيني. مأكول الهنا. الله يهنيك يا رب. يسعد لي الله. يا هيك الحريم يا بلا. شو من لك ها؟ شو ما تقلي فضيلة؟ ايه فضيلة. ايه لك الله يكسر ايديها الهي. لك ليش حرام المخلوقات يعني؟ سكرتها بسكبة. بالله شو؟ هات من عيني. ايدك، روحي جيبي مفركتك، يلا رح يقدن على السريع. لك روحي اتحركي. شو هالحريم هاي؟ شو هالحريم هاي؟ شفتوا لنا اليوم أب فارس؟ اليوم قال تتغير شكل، بدها تعمل منزلة زهرة. لك عوافي وهنا. لك الله باليني بمرة ما بتعرف تعمل غير بطاطا، يا مسلوقة يا مفركة. حكت لي، حكت لي كل شيء اختك أم عزو، وهي وياها وفضيلة خانو عم يحرضوا لها مشان يطبخوا لك طبخة ظريفة. وهي إدم من طين وإدم من عجين، الله وكيلك. لولا جارتنا فضيلة ما أكلت أكلة مثل عالم والخلق بهالرمضان. ليش شو دخلها فضيلة؟ كل يوم قبل الفطور بتلاقيها جايبت لك هالسكبة وجاي. يا عيني شايفك مشقري على سيرة فضيلة خانة.
مو على سيرة فضيلة خانم أبو عزو، على سيرة أكلاتها، مو هيك بيحكوا برمضان؟ ليكون ناوي تتجوزها. ليش لا؟ أرملة وحدانية وأهم شيء لخي الرب على الأكل مطيب. لك لعيونها، لك الله يجعلها من حظك ونصيبك، ولا يقل لك فكري، لا خلي أختك أم عزو تدسنا بضها من تحت لتحت. روح الله يخلي لي إياك، الله يخلي لي إياك ويديمك يا رب. لك الله يقدم اللي فيه الخير، حبيب قلبي، الله يفرحني فيك وإن شاء الله بشوف ابنك على كتفك. آمين. كأنه تأخرت، كأنه تأخرت. أبو فارس، أنا بختار، روح لجوا أنت. خير. ليك بلاي فضيلة، إذا بقى بتعتبي على عتبة بيتي بدي كسر لك رجليك التنتين، مو وحدة، تنتين، فهمتي؟ الله يسامحك يا أم فارس، هلا هي جزاتي بس لأن اشتهيتكم بهالسكبة. يو شو سهيانة، تشتهيكي العافية إن شاء الله. يلا من هون وليه؟ دارملي أنت وأكلاتك. الله يسامحك. يلا. لك لا يا أم فارس، ليش هيك عملتي مع المخلوقة؟ والله عيب. اطلع منها أنت، اطلع منها. هاي حركات النسوان الأرامل مع جيرانهم ما بتفوت براسي أنا. أيوة. لك حركات شو؟ شو عملت المخلوقة؟ لا ما عملت شيء، هي ما عملت، أنت اللي عم تعمل تقبرني. يا من تراك مثل القضات عم تشمشم، يا أما مثل الحوامل عم تتوحم. اسحبي البساط من تحتها وتعلمي الطبخ. إيه على راسي، رايح أحط لك لبنة. لبنة؟ رجعنا على الكتاب. ساعة برا. وياك. معقولة اخطف جارنا من مرته؟ بتلاقيها حلوة يصير انا وام فارس ضراير؟ تقبريني معقولة؟ ليش مو معقولة؟ اتوخزيني، انتي ارملة وابو فارس شو بده؟ ما بده غير مرة تدلله مثل حكايتك وتطبخ له هالاكلات الطيبة من تحت دياتك. يعني والله مالي ملاقيتها حلوة، بعدين ام فارس بتضل جارتنا. يعني صحيح هي هداك اليوم طعمتني بهدلة مرتبة وغير شكل، بس الله يسامحها. هي وقت جبتي لها السكبة؟ ايه لكان، قال شو جوزة مسحور بطبخاتي وما بقى اكل من تحت ايديها. يي يقطعها ويقطع طبخاتها. هاتي لنشوف شو قلتي؟ ايش الله الف مبروك. سكوت علامة الرضا. يعني والله حلاوة كمان. يا لقطاطك. لكريتك تقبر قلبي على هالطلة والشبوبي. وانتي كمان ان شاء الله بتقبري عظامي على المسلم ده. الله يخلي لي اياك ويقدرني اساعدك يا حب. بتعرفي شو اول شيء خلاني احبك؟ ريحة طبخك. يعني بفهم اني وقعتك فيني بريحة طبخي. هلا ما بخفيكي عليكي نفس بيطير العقل. طعمة شيخ المحشي والرز ببازاليا لساهم تحت اسناني. ايه انا هيك بحب دلل حالي كثير برمضان، حاكم الصايم بده من كل شيء. لك يعدمني يا هديك اللي كانت عندي. لك حتى مفرقت البطاطا، قولي طابخة وحص. ضحكتني يا ابن عمي. ايه ما قلت لي شو جاي على بالك تاكل اليوم؟ كل شيء من ايديك. طيب انت اللي بدك اياه. لا بدك تقلي مثل عوايدك مشان خلي سلمى تجيب لوازم الطبخه وتحضرها على بكير. منو هي سلمى؟ يوه ابن عمي، سلمى هي الصبيه يلي بتجي كل يوم بتنظف لي البيت وبتطبخ لي كمان، انت يمكن ولا مره صادفتها. ما هذا الطبخ اللي عم ناكله هو طبخ سلمى؟ كان طبخي انا؟ بدك يعني وقف المطبخ ساعة وساعتين وثلاثة وتطلع ريحتي توم وبصل وقلي؟ طبعا طبخة لسلمى. ايه طبعا.
ابن عمي كأنك ندمة. سلمى وينها؟ بدك مني شيء؟ أنا بدي أقوم أصل على الشغل. بدي سلامة قلبك، الله ييسر لك. الله يرضى عليكي. قومي افتحي الصندوق جيبي العشر اللي ردها. ولا شو العشر اللي ردها؟ أنا موصي على البضاعة وبكره التاجر بده يجيب لي اياها، بس اليوم هو بده يمرق لعندي. ايه اذا لبكره ليش بدك تاخده من اليوم؟ لك شغلي ما بتعرفي فيها، هذا الزلمه بيني وبينه وحده حال، يعني ما حلوه انه والله اجيب البضاعه لاعطيك، بدي ادفع له اياهم اليوم وبكره بجيب لي البضاعه. طيب يلا حجب لك اياها ولك. الله يرضى عليك. كأنه المعلم أبو رستو مطول بالجاية. وشو بدك فيه؟ إمتى ما بده بيجي، ما هو المعلم. ما دام إمتى ما بده بيجي وهو المعلم، ليش عم يفينا مع بكرة الصبح ويخلينا نفتح الدكانة؟ لأنه هذا واجبنا ونحن شغيلة عنده ولازم نفتح الدكانة من الصباح. ولك أنا هذا اللي قهرني، لأنت بدي ضل شغيل. شو ناوي تصير مثلا يعني؟ أفندي كبير وما لي عرفها؟ ليش وين المشكلة؟ والله مو جعبالي التحقنا عند الصبح، خلصنا عمره. لك أنا ما عم بحكي شيء خليك تضحك، ليه عم تتمسخر علي؟ ولك عمران، نحن الاثنين شافت شغيلة عند عمك أبو رستم، وهذا الزلمة ما في غيره شغلنا عنده، ما خلينا واحد ما رحنا لعنده وما رضي شغلنا عنده، على شو عم تتكبر لك على شو؟ ولك على كم متليك؟ ولك ان شاء الله يكون متليك واحد. هذا المتليك ما عم نلاقيه برا، ولا في حدا كمان عم يعطينا رغيف خبز. بقى صلي على النبي وخلينا نسترزق بنور الله. اخي انت استرزق لحالك، انا ما دخلني فيك. شو قصدك؟ قصدي انه هي الحاله بدها تتغير. انا ما عاد بدي ضل فقير ابن فقير. ولك عاجبه حاجه حكي فوق الاسطيح. رحل عنا يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عمران، الله يرضى عليك، روح سامي لي كاس الشاي. على راسي. بعثت البضاعه لابو عبدو؟ ايه لك صارت عنده. إيه. الله يرضى عليك. الله يخلينا اياك يا رب. اخذ له هدول. شاي لأحلى معلم. الله يرضى عليك. صحتين وهنا. معلم بعد إذنك أنا اليوم بدي أروح بكير. لوين بدك تروح؟ لشو في عندك؟ والله عندي هيك شغلة برات الحارة، إن شاء الله بقضيها وبرجع يعني. إيوه. منين بده يدير باله على الدكان المساء؟ معلم عمره سلامة خيره يعني، هو بدير باله على الدكان. روح ولا تطول واعمل حسابك ها. انت وعمران بتكون تناموا بالدكان اللي هو. ايوه وليش بقى معلم؟ انا موصي على بضاعة والتاجر بخاف يجيبها الصبح بكير، ما بيلاقي حدا بالدكان. امرك معلم امرك مثل ما بدك. اتكل على الله روح. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ولك يخرب بيت قلبك، شو معك ذهب ومال؟ ولك معشة مصاري، لازم تحبش هالهبشة يا عمران الليلة. ولك ليرات دهب، هي ليرات دهب.
ابن عمي شبك؟ شايفتك مو على بعضك اليوم. ما بعرف، فات من نومي مبخبط مخربط، ما بعرف. خير ان شاء الله، سلامة قلبك. يعني انت صاير معك شيء انا ما بعرفه؟ شايف منام، وبيني وبينك انا بخاف من المنامات، بخاف منه. يو الله يسامحك ابن عمي، معقولة مكركب حالك مشان شقفة منام؟ بتكون تعبان، بتكون امبارح بتقل بالعشاء. هيك قلتي؟ لك ايه، ما في غير هيك. معقول انت زعش حالك مشان شقفة منام لك؟ رح نتكل على الله وما له شغل احسن شيء. يلا خاطرك. يا رب. الله ييسر لك يا رب، الله معك. عرف علي شوي. فاتن الله يرضى عليك، فضي لي هالرفوفة اللي هنيك، بدها تجي بضاعة بحطن عليها. ايه بأمرك، يلا دكي. عمران برني هلا بس يجي التاجر، ما بدي إلا تصرف لحالك، بتروح بتعمل زبدية تسقية وزبدية تفوت. على راسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ يا الله يا رب. تعالوا يخرب بيتكم من حالكم. لك كيس الذهب وينه؟ شو في معلم؟ شو في؟ شي شويك انت وياه؟ انا حاطط امبارح هون كيس ذهب، وينه؟ شو هالحكي؟ دور هون ولا هون بركي بتلاقيه معلم. الله وكيلك ما شفت شي انا. يخرب بيتها، شو الصندوق عم يزرب يعني؟ عمل لك ما في شي حطيتهم بالصندوق. الله وكيلك ما قربت على شي انا. ولا عمرها؟ مر معلم. انا امبارح حاطط هون كيس ذهب في 10 ليرات ذهب، شفتوا شي؟ شو؟ 10 ليرات ذهب؟ يا الله وكيلك انا اذا شفت ليره ذهب رح خبرك عليها على الحارق. شلون كانوا 10 ليرات؟ يخرب بيتك انت وياه، يخرب بيتكم من حالكم. لا حطيت الكيس هون قبل ما اطلع، وما كان في غيركم بالدكانه، وما حدا فات على الدكانه، وين بده يروحوا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، شو هالمصيبه هي؟ الله وكيلك يا عمي ابو رستم ما شفت شي انا. لك يخرب بيتكم من حالكم. لك ما كان في غيركم بالدكانه، انا حطيت الذهبات وطلعت، وانتم نمتوا هون، وين راح الكيس؟ شو معلمي؟ شايف البل وصل لدقنا؟ ابلك وحده سهل امرك انت وياه. الله يسامحك يا معلم، يعني عم تشك فينا؟ لا استغفر الله، بمين بدي شك؟ يخرب بيتك انت وياه، اذا فيكم ما بدي شك، لك بمين بدي شك انا؟ طول بالك معلم، طول بالك. طيب خلينا ندور عليهم هون ولا هون؟ بالارض بركي وعاني. اسمعوا لا انت وياه، 10 دقايق معكم بدي لاقي الكيس هون، وفي 10 ليرات ذهب. لك هلا بيجي التاجر يخرب بيتكم، شو بدي اقول له؟ طول بالك عمرك معلم. عمران خلينا ندور. يلا يلا يا قاسي دور دور على دور دور هون ولا هون. خليني بس طلع عليهم هون منيح. وين بدهم يكونوا راحوا؟ نعم على قلبنا. شو يعني؟ ضاعوا الذهب؟ قصدك انسرقوا؟ شلون يعني انسرقوا؟ ما عم بفهم عليك. والله ما بعرف شلون انسرقوا، بس يعني ما في غير هالاثنين بالمحل. ليك واحد بيناتهم انسرقوا. صلي على النبي ابن عمي، شغيلتك قلن عندك عمر بحياتهم ما مدوا ايدهم على الحرام؟ بعدين ما بيجوز تتهمهم انت مالك متاكد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا هيك عم اقول كمان. طيب وبعدين؟ بعدين ما في بعدين، بدي ادور على حل لاقي دبارة، لازم اعرف مين اللي سرقوا. وكيف بدك تعرف؟ ما اعرف ما اعرف، في حل في حل. بس هلا قبل ما امشي الله يرضى عليكي، روحي جيبي لي 10 ليرات ذهب ثانيه، بكون التاجر هالطريقه. لا حاضر ابن عمي. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي راح مثل الشاطر جاب 10 ذهبات تانيين ودفعن حق البضاعة. بكرة بينسى اللي انسرقوا وبيقول نصيبه، وأنا بكون كسبت من دون ما حدا يدرى. عمران مر معلم. تعا انت وخاسم لعندي لشوف. تعا خاسم. ايه سيدي، لقيتوا الذهبات؟ لا والله ما لقينا شيء معلم. الله وكيلك، فتلنا الدكانه يعني شبر شبر، ما لقينا متليك واحد. ايه بس انا بدي الذهبات.
طيب معلم نحن منين نجيبوا للذهبات؟ يعني هدول 10 ذهبات الله وكيلك، يعني ما شفنا شيء. والله ما بعرف، كن دبروا حالكم. لا يا معلم، يعني هلا بفهم كلامك انه انت شاكك فيني انا وقاسم؟ اي والله، اي والله شاكك فيكم. عمي ابو رستم ورحمة امي تحت ترابة انه انا ما سرقته للعشر ذهبات ولا شفته. وانا اساسا ما كنت بعرف انه في ذهب بالدكانة اساسا. بس وحياة عينك وعينه انا لح اعرف مين اللي سرقه. شلون يعني؟ معقول يا معلم وصلنا للكراكون؟ لا 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 سمح الله، لا بدك كراكونات ولا شيء، بس لح اعرف بطريقتي. ايوه، وشو هي طريقتك معلم؟ يعني بس عشان نفهم يعني ونقطع الشك. قلت لي شو هي طريقتي؟ هاي طريقتي، وقت قالوا لي عليها صدقوني وقف شعر راسي. شوفوا الحبلين هدول شايفينهم؟ طول بعض تمام، طول بعض. مسيك انت حبلين ومسيك انت حبلين. شو بنعمل بهاي الحبلة معلم؟ يعني نشلق حالنا فيها؟ لا لا تشلق حالك، لا لا تشلق حالك لحالا. هدول الحبال أنا جايبهم من عند الشيخ، وهذا الشيخ مخاوي وقاري عليهم. تاخدوا هالحبلة وتروحوا على بيتكم، والساري وقت بتجوا بكرة بتكون حبلته أطول من حبلة الحبلة الثانية تبع رفيقه. ايوه يعني، بس أنا بصراحة معلم أول مرة بسمع إنه الحبل بيتولى حاله. هاي صاروا لاقطين فيها حرامية بعدد شعر راسكم انتو الاثنين. الله يعطيك بالله. شو هالمسخرة هاي معلم؟ شو هالحكي هاد؟ لاما من كل عقله عم بيحكي هاد؟ هلا بتحملوا حالكم، كل واحد من بيناتكم بياخد هاي الحبلة وبروح على بيته، وان شاء الله بكرة بشوفكم وبيصير خير. معلم يعني إذا أجينا بكرة وهدول الحبلين ما في واحد أطول من الثاني شو بيصير؟ إيه؟ لا 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 تأكد تماماً، بده يجي حبل أطول من حبل، وهي القصة مثل ما عم قلكم مجربة، وإذا مثل ما عم تقول يعني إجوا طول بعضهم يكون وقتها أمر الله نصيبهم يضيعوا غدابة. يعني معلم عدم المؤاخذة، يعني أنت يعني مقتدر وهي الذهبات ما يعني ما لم أسرع عليك، يعني ليش هيك عم بتزلنا وعم بتمس بكرامتنا؟ لأنه أنا ما بحب حدا يحتال علي. صحيح أنا الله منعم علي، بس هي قضية القنص أنا ما بحبها، ما بحب حدا يقنصني. مزبوط معلي، مزبوط، حقك علينا، وأي شي بدك إياه بتاخده من الرقبة هي. ولا كل واحد ياخذ الحبلة ويروح على بيته، وبكره منتواجه الصباح وان شاء الله ما بيصير لك الخير. خير خير. ايش قبل ما اشوف حبالكم ينكشف المسور، شاوروا عقلكم. إذا حدا من بيناتكم بيعترف بزمتي بزمتي بسامحه، ولا كأنه شي صار منه. هون حفرنا وهون طمرنا. معلم أنا حلفت لك الله وكيلك أني ما سرقت شي ولا شفت شي. ولا أنا معلم ولا أنا. زمكم على جنبكم، هاتوا الحبال أشوف. شرف معلم. ها ناولني حبلك لشوف. يخرب بيتك يا عمران، عم تسرقني ولا؟ لا انا اعوذ بالله، اعوذ بالله، انا ما بعمل هيك يا معلم. بس الحبله اللي معك غير الحبله اللي مع قاسم. ايه يعني شوف، الحبلة تبع قاسم أطول من الحبلة تبعيدي، يعني أنا حبلتي أقصر من حبلة قاسم، وهذا إذا دل على شيء بيدل إنه معناتها قاسم هو الحرامي. ولك خرب بيتك ما أكسبك. لا سأدو معلم، الله وكيلك أنا ما سرقت شيء ولا شفت شيء، كذاب كذاب عم تبلاني. لا اطمن اطمن قاسم، مو أنت الحرامي، عمران الحرامي. هلا هيك؟ يعني كنت تبلوني بالجكر؟ اسمعوا يا عمران،
ما ولا عمران الحبلة لا بتطول ولا بتقصر، بس باعتبارك انت الحرامي من خوفة تحت بالبيت قصيتها عشان تتهمر فيها. شو يعني؟ يعني انت الحرامي يا عمران وهلا بدك تنال جزاء. اخص عليك يا عمران، لك اخص عليك، لك عم تسرق، عم تسرق لحم كتافك من خيره. ولك ليش؟ ولك شو كان مقصر معنا؟ ولك كل شي كان بدنا اياه يعطينا اياه واكتر. تركه خاسم، تركه، بس لازم يعرف ان حبل الكذب قصير.